السلام عليكم، سميتني عبد الحليم الميزة رومانسي، كنقلب على شي نحاس فين تخبر نقرتي. اسمي يالي كريم العمر، كداوي 30 عام، تلاقيت مع شريك العمر ديالي في صفحة الفيسبوك على موقع برنامج نضربوا القاعد. قبلت أني نشارك في برنامج ديال طاح الحك وصب غطاه، الحمد لله صبت غطايا. صراحة أنا عمري ما شفتو، ولكن كنعرفو غير سميتو، سميتو عبد الحليم، لقيت فيك على المواصفات اللي بغيت، رومانسي وحنون ويقدر حياة الزوجية واللي قرب المحرمات. وقلت لماما انا ما خدامش، ولكن ماما خدامه. ملي قلت لها راه بغيت نتزوج قالت لي صافي ضرب الكاغيط ما حد سخون. وانا نضرب يلا غنضربو. السعاده على قلبي، قلت عليك جبار جبار. حتى انا والله شتي فاش شتك، بيني وبينك مازال ما شتك، ولكن حسيت بيك. قل لي هي. لا قل لي انا. انا ضحكني. لا كنت نقول لك غدير لي الحرس. ماما ديرو لينا نوزو شهر العسل في مولاي يعقوب نكملو عظامنا. ماما دينا مولاي يعقوب. بغيت نولد ربعه ديال الدراري، جوج ولاد وجوج بنات. صافي ماما نتشاور مع ماما. ها؟ عالين؟ ها؟ شير عاد أمك؟ في كتسكن؟ سوف حالك عاد أمك؟ ها؟ ويا على ماما وليش نجريس عليه؟ عبد الحليم هاجي نقول لك.